فعليك يا عبد الله أن تجاهد هذه النفس وأن تعنى بها غاية، وأن تعودها طاعة الله ورسوله، وأن تعودها الحذر من محارم الله. فالنفس على ما عودت عليه، هي عودت المعاصي والكسل والتهاون بأمر الله، اعتادت ذلك وسارت عليه وثقل عليها ما يرضي الله. وإن عودت السيرة في الخير ومسارعة إلى الطاعات والحذر من المعاصي، اعتادت ذلك وسارت عليه. والتوفيق بيد الله جل وعلا، لكن أنت مأمور بالأسباب، وهكذا أنت يا أمة الله مأمورة بالأسباب. وسئل بعض السلف عن جهاد نفسه وأن اتعابه إياها، فقال: راحتها أريد. بعض أسلافنا الصالحين كان كثير العبادة وكثير العمل من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، فقال له بعض أصحابه: أتعبت نفسك؟ فقال: راحتها أريد. فالمؤمن إذا جاهد نفسه اليوم فيجاهدها لراحتها، لتنجو من عذاب الله، لتفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة في دار الكرامة، دار السرور، دار السعادة. يقال لأهلها يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تخرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. أما هذه الدار فهي دار التغيرات، دار الأكدار، دار الأمراض والأحزان. ولو طالت الحياة ولو متع الإنسان بكامل الصحة، فإن المصير الموت، لا بد من الموت، كل نفس ذائقة الموت، فدار عاقبتها الموت والزوال لا قيمة لها. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر القرآن والإكثار من تلاوته، والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورة من حور النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله، ومن أسباب تعظيم الله، ومن أسباب المسارعة إلى مرضي الله.